السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم. لا شك أن ما ذكره ضيفي في الحلقة الماضية من أحداث تعطيكم رؤية تنطلقون منها إلى واقع البلد متنقلا، هو ما بين صنعاء قريته إلى منطقة المساجد إلى منطقة صنعاء، ناظرا إلى صنعاء يعني مدينة كبيرة مقارنة بقريته، ثم منتقلا للدراسة ما لم يتخيله من مدرسة الأيتام، مدرسة العلمية، إلى الثانوية، إلى محطات قادمة. في الحلقة هذه والحلقات التي تليها سنكمل مع ضيف الكريم مشواره التعليمي الذي بدأ من صنعاء حتى وصل إلى باريس. حياكم الله في الحلقة الثالثة من محطات من حياتي مع ضيف الكريم الأستاذ محسن العيني. يعني في غضون أقل من شهر أو قريب من شهر تنقل الأستاذ محسن ومن معه في أشياء يعني ما كانت تخطر ببالي، ما بين سيارة وما بين باخرة وما بين قطار. أيوة. يعني كنا نمشي بالقطار، في وصلنا يافا أو حيفا وإحنا ماشيين بالقطار. بالقطار نفسه. بالقطار نفسه. القطار من القاهرة. من القاهرة. أيوة. نعم. بس نزلنا في كنا ننزل في المحطات، فالفلسطينيين مع الحماة في يوليو يجيبوا لنا نشرب. فكان يجيبوا لنا الكوز هذا الفخاري. الفخاري. فنشرب بعد ما نرجعه يكسروه. هم اللي يكسروه؟ ايه. فكنا نتألم، كيف ليش يا اخي؟ قال لما تشرب ترفعه لفوق الى اعلى. الى اعلى. مش من فمه. من فمه؟ انا اشرب بعدك نكسره. فتعلمناها خلاص. وصلتم الى يافا؟ وصلنا الى صيدا. الى صيدا. الى صيدا. وهي المقر المدرسة اللي ندخل فيها، المقاصد الإسلامية اسمها مدرسة المقاصد. مدرسة المقاصد. المقاصد كان جمعية أنشأها رياض الصلح ومجموعته، وهي مؤسسة فيها في بيروت وفيها في صيدا. مدارس مشهورة إلى اليوم. نزلنا في المدرسة صيف، الطلاب في إجازة. سكن داخلي. سكن داخلي. بس وصلنا وما بحد فيها، احنا وحدنا دخلنا. فكانوا ياخذونا للمطاعم ناكل، فاحنا عندنا عاده في اليمن ان اللي ياكل في المطعم هذا اولاد السوق. فعملنا اضراب، قلنا ما يمكن نروح المطاعم ابدا، يمكن ياخذونا المطاعم فاخره ناكل. ما هو قالوا لنا ناكل هذا. طيب وشوكه وسكينه وملعقه وكذا تعاملتوا معها؟ اهم شيء هذه تعاوننا في مصر هنا قبل ما تذهبوا الى اسمه؟ قبله، احنا في الاوتيل في مصر. اها. كان يدولنا الاكل، وبعد انا كنت اخذ الفرخه واغافل الناس وانزلها تحت الترابيزه تاكلها، افك في اللحم العضو العظم لوحده، بعدين بسرعه احطها في الصحن، وبعدين ناخذ بالشوكه وكذا. يعني يا استاذي انتقلتم من من واقع كنتم تأكلون بأيديكم وكذا في القاهرة، يعني بدأ هذا أول مرة عليكم. نعم. ثم في بيروت خلاص اعتدتم. عفوا تنتصب إلى صيدا. صيدا. نعم. صيدا كنا نأكل أكل مطاعم فاخرة. رفضنا المطاعم لأنه عندنا عادة في اليمن إنه ما يأكلش في المطاعم إلا أولاد السوق. أي يعني. فرفضنا. واخيرا كان يجيبوا لنا اكل الى السكن. السكن في المدرسه المقاصد. المقاصد. كانت اجازه صيف، فالمطعم فيها مكفول والطلاب مش موجودين، فكان يجيبوا لنا نواشف. نواشف ويحطوها على الارض ونقعد ناكل جبنه طماطم كذا مش عارف ما خارجت. ففعلا ضقنا وندمنا ان احنا ما عاد بنروح المطاعم. بعدين أخذونا على الجبل باعتبار الصيف مدرسة مكفولة في الجبل، استأجروا لنا بيت في منطقة قرنايل. 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 أي قرية من القرى اللبنانية الجميلة. كان مندوب الإمام أو ممثل الإمام في بيروت جميل بيهم. جميل بيهم. أيوة. وجميل بيهم هذا شخصية لبنانية من الأعيان. لبناني يمثل الإمام. ممثل ايه يعني ممثل يقوم باعمال بعض اعمال ايه. ما كان في ذاك الوقت سفارات ما قلت في شيء. فهذا جميل بيهم هو الذي تولى استقبالنا واستقبال البيت
في جبل في قرنايل، ونزلنا إلى هناك، وصلنا بيت كبير سكننا فيه. كان جميل بيهم، زوجته اسمها البيجوم. البيجوم هذا اعتبرها زي التركية أو كذا. فبعد يومين ثلاثة وإحنا في الجبل هذا جت، كنا نخرج نمشي في الجبل بين التراب بين الكذا، وأهل لبنان يقراهنا كي يشوفونا أحيانا نخرج بالزنين. إيه ما أنتوا مين مش عارف إيه كذا. المهم أنتوا 20 واحد أنتوا يعني ذاك الوقت، أول بعثة ذلك الوقت. أول بعثة، أول بعثة. وأصحابكم أصحاب صنعاء وينهم؟ هذا راك استنى حتي لك قصة. المهم فأول ما جت شافتنا داخلين فقالت لنا أولا اخلعوا أحذيتكم خارج البيت، بتخرجوا وتجوا بالتراب والعفار والكذا وتخلدوا وسخوا البيت خلصوها خارج. فتعودنا على خلعها برا، قالت اخلعوها ونظفوها وخلوها خارج. بعدين قالت لنا لما تدخل تتحمم تاخذ دش بتدخل وانتوا عرقانين، فانت تحت الدش اغسل ملابسك الداخليه، المي النازله والصابون ماشي اغسلها واعصرها وحطها هناك. بعدين دخلت غرف النوم قالت انتوا بتخرج، هذا شيء غريب جديد بالنسبه جديد لكم. قالت لنا بتخرج من السرير ملخبط مربوك وملابسك مرمية هنا وهنا وهنا، ليش؟ تقوم من السرير تنظمه وتنظفه وتعيد زي ما كان ملابسك، أول ما تخلع الشيء تعلقه في مكانه وتنظم نفسك، ما في شيء مربوك أبدا، ترجع لما شيء تلبس تلبس كويس. أنتم متعودين على الأسرة من صنعاء ولا؟ طبعا طبعا، بس فبدأت تعلمنا أشياء احترمناها والتزمنا بها تماما. بعدين جابوا لنا مدرس يعدنا على أساس فترة الصيف تمهيدية للدراسة، ومشت موضوع الصيف. اللهجة ما فيها مشكلة بينكم بين المجتمع اللبناني؟ طبعا طبعا، كنا نمشي يقولون عسكر مش عارف ايه، يقول لكم عسكر. عسكر ليش؟ لبسكم واحد، لبسنا واحد. بعدين قالوا لنا جاء الأستاذ بيسألنا بيقول لنا أول يوم قال حتقابلوا الجمهور كيف بكرة؟ قصدي هل حتستمروا بالزنين ولا عدم؟ أنتوا لابسين زنين الآن؟ إحنا في الجبل بنخرج بالزنين، البدلات هذه مخبينها يعني قديل. قال حتقابلوا الجمهور كيف وكذا، فإحنا ظنينا أنه يقصد رئيس الجمهورية. فرجعنا كلنا بنقول سقفكم عالي أنتم. كيف الملك فاروق ورئيس الجمهورية اللبنانية؟ قلنا كيف حنقابل رئيس الجمهورية؟ فسألنا بعدين الأستاذ علي الآنسي قال له هو يقصد الجمهور يعني الناس. الناس بدل ما تخرجوا بالزرين كنا نلبسوا حقكم البدلات وكذا. مشينا في الصيدة هذه الفترة وقرنايل، وبعدين رجعنا على المدارس. قسمونا قسمين، 20 في كلية التربية والتعليم في طرابلس، وعشرين في كلية المقاصد الإسلامية في يعني كنتوا 40. كنا 40 طبعا. بس اللي يتضح لي أستاذ محسن من كلامك أنه العقلية الذهنية التي لديكم أنه حيستقبلكم مدري من الملك فاروق وفي هناك الجمهور، وكأنكم في اليمن تعيشون أو استقبال بعثة اليمن، وكأنكم تتوقعون أنه ما حد في العالم إلا إحنا. طبعا كنا نعتبر إن إحنا في شيء كبير مش شوية. فلما قسمونا إحنا جماعة صيدا ما عجبناش الاسم المقاصد، كلية المقاصد الإسلامية كأنها شحت أو شيء أو كذا. وهذا رأيك يقولون إحنا في كلية التربية والتعليم، مع أن الكليتين كلية كلها واحدة. نزلنا كلية المقاصد الإسلامية وبدأنا ندرس فيها، وبدأ أفواج اللاجئين الفلسطينيين. تعتبر هذه المرحلة مرحلة إيش تعتبر؟ جامعية ثانوية إيش؟ لا ابتدائية، أنا أخذت الابتدائية في صيدا. يعني دراستك في مكتب التربية
ودراسة المتوسطة والثانوية في صنعاء. الثانوية أخذت صنعاء فترة بسيطة بس. هذه كانت تعتبر روضة طبعا. يعني في ذلك الوقت تقريبا في كم؟ في 45 47 في هذه المرحلة؟ 47 قبل 48 حتى 48. أيوه قبلها قبل 48. طيب يعني دخلتم الآن المدرسة المقاصد تعتبر ابتدائي. وعمرت الابتدائية من يد رياض الصلح رئيس وزراء الأمة. أوه جاي وزع الشهادة. كان مهتم بالتعليم. هي وكان تتبع المقاصد. تتبعه هي. هو كان بس كنت كبير في سن ذاك الوقت يعني تقريبا عمرك يمكن حول يعني 13 تقريبا. أقل من هذا شوي. أقل. بس فكانت فلسطين بدأ اللاجئين يأتون إلى إلى صيدا طبعا من أقرب مكان إلى فلسطين هي صيدا. مع أحداث الاحتلال وكذلك الوقت. فكان يوصلوا دخلوا يدرسوا معنا. كنا نلاحظ أنهم مش مهتمين بالدراسة التعليم. ليش مش مهتمين؟ قالوا احنا هي كم يوم وحنرجع. طال كم يوم هذا. كانوا بيظلوا انه حيرجعوا فلسطين في ال وبعدين استمرت المرحلة هذه. كان نسمع اخبار الحرب وعادت طائراتنا الى قواعدها سالمة. ما وين سالمة هذه؟ يعني هذيك الايام يقصد في اي منطقة في بعدين اليمنيين تضوعوا. كان هذيك الايام فوزي القاوفجي كان ضابط لبناني شهير في طرابلس شكل جيش الإنقاذ وجمع مجموعة من المتطوعين العرب راحوا يحاربوا معه في فلسطين. واليمنيين اللي في القهاوي اللي كانوا في فلسطين في كان في يمنيين كثير يمنيين طوعوا. وإحنا أول ما سمعنا إنه جاء لصيدا رحنا نتطوع. رحتوا أنتوا هذاك السن؟ أيوة. قلنا نتطوع. قال لا أنتوا خليكم مكانكم واصلوا دراستكم والبركة في اليمن. بعدين بدأ يثني عليهم قال هؤلاء اليمنيين بيحاربوا حرب جيدة شراسة لكنهم لا ينضبطون أبدا. نيجي نعمل طابور يضيقوا به يقولوا أنت حتعلمنا يمين شمال كذا. المهم حارب. أما هذا قبل بس عشان تنضبط وتسمع كلامه وكذا. بعدين هل هذه تركيبة اليمني يا استاذ؟ تركيبة اليمني طبعا هكذا يعني تلبس على النظام. بعدين اخذوا بس اخاف التركيبة هذه هي اللي مؤثرة في واقعنا السياسي. اليمنيين اسروها ودخلوا بها دمشق وصلوا بها لدمشق. فالجيش السوري اشتي ياخذها منهم ابدا تمردوا هذه حقنا احنا اسرناها واحنا كذا. فاضطروا يتصلوا بالقاوجي بيحكي لنا هو قال اضطريت اروح لعندهم. قلت لهم احنا كلنا متطوعين بنحارب في فلسطين لكن لما ندخل لبنان ولا ندخل سوريا هذه دول احنا مواطنين وهذه دول لازم نسلم. ما فيش كلام ابدا. اخاف ان التركيبه هذه في عقليه اليمنيين هي اللي مؤثره في واقعنا الان يعني عدم الانضباط ما تعودش عليها. بس احنا في صيدا هذيك الايام قامت ثوره 48. وصلتم أنتم درستم في ذلك الوقت مع مجموعتكم واللي في المدرسة كلية التربية أو مدرسة التربية في طيب أخبار اليمن كانت تصلكم؟ طبعا كنا نسمع الإذاعات خاصة ثورة 48 وإحنا بنتابع نشاط اليمنيين الأحرار من حين وعد إحنا في صنعاء. ماذا وصلكم عن 48؟ فوصلنا بأنه قامت ثورة في اليمن قتل الإمام يحيى و بعدين قتل الوزير وكذا. كنا نبعث رسائل لزعماء الدول العربية أنه لازم تتدخلوا وتنقذوا الثورة في اليمن ساعدوا اليمن كذا. سامحني في هذا السؤال. أيوة. كنا نبعث رسائل من أيوة. أنتم الشباب الصغار الشباب الطلاب الأولاد إحنا في المدرسة كنا نكتب رسائل يعني أعماركم دون 12-13 سنة. إحنا كنا من صنعاء لما تيجي صحيفة صوت اليمن في الليل نقعد ننسخها عدد واحد نعمل منها 18 نسخ في الليل كاملة كافلة في الليل والنسخين ما حدش يعرف ولا شيء. ونخرج وإحنا طالعين نصلي في جامع المتوكل نرمي نسخة منها في بيت شرف الدين اللي كان عامل صنعاء نرمي نسخة في مطعم في كذا في يعني نوع من المنشورات. كان عندنا إحساس بأنه في ظلم
من الزبيري ونعمان، من جميل جمال العراقي اللي كان في صنعاء، من المروني، من أساتذتنا كلهم كانوا متفتحين ومحرار. وبالتالي لما وصلنا عدن والتقينا بالزبيري زادكم هذا يعني زادنا هذا، وقرنا صحفهم ونشراتهم وكذا وسافرنا. أرسلتم لمن أنتم في صيدا؟ أرسلتم إلى من؟ كنا نكتب الرسائل ونحاول نرسلها بالبريد. بالبريد بالبريد، لا هي بلد عربي. ماذا وصلكم عن 48؟ ثورة 48 نفس الأخبار هذه، أنه قامت قتل الإمام وأبنائه وأحفاده. ليس كلهم طبعا، بعض منهم. بعضهم. أي نعم. بس وبعدها من قام بالثورة؟ من نتائج الثورة؟ يعني سمعنا بالأخبار العام بشكل صورة عامة. فجأة جاء القرار من الإمام يرسلنا إلى مصر. الإمام أحمد. الإمام أحمد. يعني يلغي بعثة لبنان ويرسلها مصر. والسبب؟ السبب أنه الفضيل الورتلاني الجزائري. أيوة. الذي كان في اليمن. أيوة. تاجرا. هو كان مع الأحرار. والفضيل الورتلاني له دور كبير في ثورة 48. لأنه وجه الأحرار إلى أن يعملوا الميثاق الوطني المقدس فيما بينهم. فيما بينهم. وبعدين على أساس عندما يموت الإمام أحمد ما كانش فكرتهم أنهم يقوموا بثورة ضد الإمام يحيى، وإنما إصلاح. كانوا يريدوا عندما يموت الإمام يحيى يحولوا بين الإمام أحمد والوصول للحكم، هو وأخوته، ويختار اليمنيين أهل الحل والعقد من يريدوا. فهم قال لهم إذا اعملوا ميثاق من الآن من تختاروا، فتوافقوا جميعا على السيد عبد الله الوزير رئيس إماما، وأخوه علي الوزير رئيسا للوزراء، حسين الكبسي وزير خارجية، وعملوا الميثاق. يعني رتبوا أمورهم. رتبوا أمورهم على أساس عندما يموت الإمام يحيى يعلنوا هذا مباشرة ويقطعوا الطريق على سيف الإسلام أحمد. عندما يموت أو عندما يموت. يموت وليس اغتيال أبدا. هو كان في 80 سنة. فقالوا قال لهم اعملوا هذا الميثاق وقوموا بحركة سلمية، يموت اعلنوا رأيكم. فأعدوا هذا الميثاق واتفقوا مع عدن على أنه عندما يموت الإمام ينشر الميثاق الوطني المقدس ويعلن عنه فورا. عدن كيف تعرف أن الإمام مات؟ قالوا ارسلوا لنا برقية من صنعاء أو من الحديدة، يعني من التاحة، إشارة إشارة أن الإمام مات، وإحنا ساعة تاحة ننشر هذا. فيقال بأن البرقية هذه المشفرة كانت عند القاضي الحلالي. الحلالي الذي كان مسك الحديدة، نائب الإمام في الحديدة. الإمام أحمد عرف بترتيباتهم فأوعز للحلالي مخترقين يعني أيوة أن يسرع بإرسال البرقية إلى عدن حتى يعلنون ذلك. والإمام بخير، راحت البرقية إلى عدن، وصلت للزبيري ونعمان أنه الإمام يحيى توفى. هم فورا نشروا الخبر في صحيفة صوت اليمن، وفاة الإمام يحيى أحمد حميد الدين، وتنصيب عبد الله الوزير الله وكذا، وتنصيب نشروا الوزير والحكومة والأسماء كاملة. أسماء كاملة. عبد الله الوزير يجلس في مجلس الإمام يحيى يتناول معه القعد كل يوم ومستشاره. فجاءت هذا قبل اغتياله طبعا. نشروا الخبر هذا أنه وفاة الإمام دسيسا من أحمد. فجاءت البرقيات تهنئ السيد عبد الله الوزير بتنصيبه إماما. كانت تصل يتوهل عند الإمام يحيى يأخذها ويقول يا فخري مبروك، ياسر الفخري مبروك، تفضلوا دعينوكم إمام، ما تشتهوا. فأصبح الأحرار في صنعاء في ورطة. عبد الله الوزير كلف عزيز، يعني كان من حراسه سائق حقه، هو ومجموعة من المشايخ أفتاهم بقتل الإمام يحيى. هذا عبد الله الوزير. عبد الله الوزير. التخلص منهم مباشرة. طبعا، لأنه أصبح سباق، يعني قد كشف أنهم كانوا يشتوا إنه يطلع بدله،
فكان السباق يعدمهم، وكان الإمام يحيى يعدم يعدمهم يعدمهم. الإمام يحيى طلب أحمد يطلع على صنعاء على أساس يجي يستلم الوظيفة، فتلكأ أحمد السر علشان يدي فرصة للإمام يقضي عليهم، لأنه هو فرصته أنه يقضي عليهم أو يقضوا عليه أو يقضوا عليه. فهو تأخر في عدن في تعز، في تعز، فهم كانوا قد أرسلوا ناس يقتلوه في تعز، فقتلوا الإمام يحيى في صنعاء، ومعه رئيس وزرائه القاضي عبد الله العمري واثنين من أحفاده كانوا خرجوا إلى حزيز في سيارة، في سيارة، فقتلوهم وفي جسد 40 رصاصة قتل بها بسني حكمه، بسني حكمه، بس قتلوهم. وأعلن عبد الله الوزير إماما، علي الوزير رئيس الوزراء، حسين الكبسي وزيرا للخارجية، زبيري وزيرا للمعارف، نعمان وزيرا للزراعة، وهكذا يعني. وبعضهم غير موجود، الزبيري ونعمان في عدن، في عدن ما قد جوش، لكن قد كانوا هذا المخطط ترتيب. بس أحمد تحرك من تعز، لبس لبس عسكري وتوجه إلى حجة، إلى حجة، لأن حجة فيها مخازن أسلحة وفيها فلوس ومركز حصين وموالين. هم كانوا قد حاولوا يرسلوا من يقتلوا في تعز، تعز، لكن ما لحقوش. وصل إلى حجة وبدأ من هناك يوجه نداء للقبائل، قتلوا إمامكم في 80 سنة لم يرحموا شيبته ولا كذا ولا، جيش الناس، جيش الناس كلهم، وبدأت التحركات. والإمام الملك عبد العزيز أيدك اللي أصمت وإحنا وراك، الدول العربية كلها وقفت ملكية. مع الإمام أحمد طبعا، الملك فاروق، الملك عبد الله، العراق كلهم، بس حركت وهو حرك القبائل لصنعاء، هاجموا صنعاء وحاصروها وقبضوا على الوزير وأخوته وعلى الأحرار كلهم اللي كانوا موجودين في صنعاء، لم ينفذ أحد، والإرياني أبدا، وخذوهم كلهم أن يروحوا، فقبضوا عليهم ودوهم إلى حجة. إلى حجة أين كان الورتلاني؟ أيوة، في خلال هذا كم يوم الجامعة، الوزير كان يتصل بالجامعة العربية وبالآخرين أنه تعالوا توسطوا ونلاقي حل المشكلة. عبد الله الوزير، عبد الله الوزير، فالجامعة العربية أرسلت عبد القائد عبد الوهاب عزام، عبد الرحمن عزام، عبد الرحمن عزام يجي لليمن، فركب عبد الرحمن عزام مع وفده إلى الرياض في طريقه إلى صنعاء، إلى صنعاء، وصلوا للرياض، الملك عبد العزيز أخرهم، فلما تأخروا صنعاء عرفت أنهم في الرياض، فأرسلت الزبيري ونعمان علي بن عبد الله الوزير، لأن نعمان وكان في عدن، أرسلت الزبيري من صنعاء. ها الزبيري كان في صنعاء؟ كان في وصل، ها إيه، لأنه على أساس أنه معيني في الوزارة، أنه معين، فأرسلت الزبيري وعلي بن عبد الله الوزير إلى والورتلاني إلى الرياض لمقابلة عبد الله عزام، عبد الرحمن عزام، عبد الرحمن عزام والتوسط والسعودية وكذا. وفي نفس الوقت بيت الوزير كانوا على صلة بالسعودية، هم الذي عملوا اتفاقية الطائف، فراحوا لهناك مقصدهم يقنعوا الملك عبد العزيز يتعاون. وصلوا وعبد الرحمن عزام قد سافر وصنعاء قد سقطت، قبائل حاصرت صنعاء ودخلتها وقبضت على الجميع. فالزبيري وعبد الله بن عروز تجهوا عدن، راحوا إلى عدن، ومنها الإنجليز ما قبلوهمش، راحوا الهند ومنها الباكستان. والورتلاني، والورتلاني خرج على أساس حيروح البلاد العربية، منع من دخول أي بلد إلا رياض الصلح رحبه في لبنان، في لبنان. فلما وصل بلغ الإمام أحمد، أحمد، إن الورتلاني هناك، قال ها وإحنا عاد إحنا عنخلي البعثة، فأمر بسحب البعثة ونقلها إلى القاهرة، إلى مصر.
مش إلى القاهرة، قال بني سويف الصعيد تحديدا. ايه لماذا بني سويف؟ الصعيد مش بني سويف. آه. قال منهم خارج القاهرة يخشى عليكم يعني ولا؟ ما يشتيش القاهرة دائما لك دخل من الصعيد الريف. أين أصدقائكم أصحاب صنعاء؟ ايه هنا احنا رحنا رجعنا بالباخرة اللي في صيدا واللي في طرابلس إلى مصر، وصلنا هنا ومن هنا رحنا على بني سويف. البعثة التحضيرية اللي كانوا بيعتوها في صنعاء ضاعت عليهم الفرصة. ليش؟ لأنه قامت الثورة. ها قامت الثورة 48 ما قد خرجوش وهم عادهم يتحضروا. هم يتحضروا، فلما قامت الثورة ضاع كل شيء ولم يسافروا بعد. ولم يسافروا. ولما رجعنا كان كثير منهم يقولوا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، تعلمنا وكذا. لبنان لبنان ما لقينا شيء. وصلتم من لبنان إلى بني سويف، إلى كانت القاهرة، من القاهرة أخذنا بني سويف. كانت محطة جديدة بالنسبة لكم. نعم. ومجتمع جديد. مجتمع جديد وتنسيق بالنسبة لكم كويسة وكذا، وأخذنا فيها الإعدادية في بني سويف. في بني سويف. لعلها تكون بني سويف إن شاء الله منطلق في الحلقة القادمة، ننطلق منه إن شاء الله تعالى. تكلمنا إلى حلوان. إلى حلوان ثم إلى القاهرة، إلى أن تخرج من جامعة القاهرة كلية الحقوق. نعم. حفظك الله ورعاك. تسلم. أسعدك الله. أعزائي المشاهدين، لا شك أنها محطات طويلة وجميلة، وأنتم في شوق إلى أن تسمعوا ما بعدها. تحدثنا عن وليسمح لي أن أقول هكذا، محسن أحمد حسن العيني، الطفل اليتيم الشاب الصغير الذي تنقل ما بين مدن في غضون أيام: صنعاء، ذمار، الحديدة، تعز، عدن، القاهرة، بيروت، صيدا، يعني فلسطين، لبنان، مصر، وتنقل ما بين السيارة والباخرة والقطار في وقت كان الإمام أبعد مكان توصل إليه هو دمت. يعني لا شك أن هذا له وقع في نفسه، ولا شك أن كما أن له وقع في نفسه فله وقع في نفوسكم أنتم. لا تبنى الأرقام الكبيرة بلا ماضٍ، لا تبنى الأرقام الكبيرة بلا تعب ومشقة. لم تكن الحياة جميلة كما تتوقعونها، لا شك أن كانت فيها يعني بكى الشباب الذين وصلوا إلى هناك في يوم العيد، بكوا بعدهم عن أهلهم. وكذلك ضيفي لا شك أنه مرت به بعض اللحظات التي كانت فيها مشقة، فيها تعب، فيها أحزان، فيها أشياء كثيرة، فيها حنين إلى الوطن. لو لم يكن كذلك لما كان كما هو الآن. أكمل إن شاء الله تعالى معكم في الحلقة القادمة منطلقين من بني سويف، أين توجه ضيفي بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.